الشارة الحمراء الأخ الكريم هي بدأت في شهر يونيو اليومين هذا، وجاءت بعد تريث طويل ديال النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال، يعني بعد كثير من البيانات والبلاغات حول عدم تنفيذ بنود الميثاق الاجتماعي، والبنود اللي كانت أساسية والمبدأ الأساس اللي تأسس عليه الميثاق الاجتماعي، لأن خلال الصياغة خلال التفاوض على الميثاق الاجتماعي كانت بنود أساسية اللي كتضمن النوع من الاستقرار. يعني ماذا نريد من الاستقرار؟ أي استقرار نريد؟ هذا هو كان التساؤل، وكانت الإجابة والاتفاق اللي اتفقنا عليه هو أن الاستقرار غادي يجي على شكل إبرام واحد العقود اللي هي طويلة الأمد. هذه العقود اللي كان من شأنها أنها تحسن الوضع المادي والمهني وغتطور المهارات ديال الإخوان داخل القطاع. يعني بحال هذا البند أساسي، واللي كيقول لك بأن هذه العقود طويلة الأمد هي اللي ممكن يكون فيها واحد الشريك استراتيجي. داك الشريك استراتيجي هو اللي يقدر يحط واحد البلانينغ. داك البلانينغ يعني يكون واحد لاغريد سالير، ويكون واحد يعني زيادة في الأجور من مدة لمدة. أما بحال العقود القصيرة، هذه العقود القصيرة كيجي واحد الصفقة كيطور واحد الشركة واحد العامين، هذيك الشركة غتاخذ عامين حسب دفتر كنانيش كناش تحملات. هذاك الشيء اللي غادي يعطيوها ما يمكنش انك تطالبها او يعني ان تفتح معها حوار. كيبقى الحوار مع الشركه الام اللي وقعنا معها الميثاق الاجتماعي واللي التزمات ذاك الاتفاق الاجتماعي باش هي دير عقود طويله الامد. قد ما قلت لك العقود طويله الامد راه هي كما هو منصوص عليه في الميثاق الاجتماعي، راه منصوص العقود هي اللي من شأنها باش تطور المهارات وتحسن من الوضع المادي والمهني للمستخدمين. ومن 2019 وحنا كنتسناو لحد الان وكان طالبوا. كاين مشكل اخر، مشكل هو ديال غلق جميع قنوات الحوار. جميع قنوات الحوار هي تسدات، ما بغاوش يتحاوروا معنا رغم المراسلات ورغم يعني سلميه الوقفات ورغم رفع الشاره لمده بين 2019 حتى الان ما كاينش اللي كيجاوبك وما بغاش يجاوبك. واش هذه طريقه ممنهجه انهم بغاو يقبروا داك الميثاق ولا بغاو يتراجعوا على المضامين ديالو؟ يعني انت دوك اللجان سواء اللجان الثنائيه اللجان الثلاثيه او اللجان الموسع او لجنه التتبع اللي منصوص عليها داخل الميثاق انها خصها تعقد وخصها تشوف داك الميثاق واش هو كيطبق ولا لا، ما بقاوش باغيين يجاوبونا عليه. وشكون اللي كيضيع في هذا الشيء؟ كيضيعوا هاد الناس، هاد المستخدمين اللي لحد الان مساكن هما بواحد الطريقه سلميه كيشرع عليهم المشرع، ويعني في ظل القوانين المسموح بها في بلادنا في المملكه المغربيه كيديروا وقفات كما كتشوفوا راه يوميا كاينه، مره في الشرق مره في الشمال مره هنايا في الجنوب. هاد الوقفات ما كتوقفش وكتطالب وكتراسل المسؤولين على القطاع، وللاسف نجد ان المسؤولين على القطاع وعلى راسهم وزاره التجهيز وعلى راسهم السيد وزير التجهيز الجواب ديالو جاب واحد الطريقه اللي هي فجه، وكانه يريد من جوابي ان يقول لك انا تراجعت على هذا الميثاق. مني في السؤال الاول اللي جا قبل السؤال ديال نهار الثلاث الاخير، السؤال الجواب ديالو اللي كان قبل في لجنه المستشارين كيقول بان الميثاق هو مطبق. وكيف بالله عليك على السيدة تسألك وتسائلك على مضامين الميثاق التي لم تطبق إلى اليوم، ويقول لها يجيبها كيجاوبها بواحد الطريقة يعني 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 خارج السياق. واش هذه يعني كنا كنحبدوا أنه لو كان جوابه غامضا ونقول انه احرج ولم يريد الجواب، وربما انه يعني كيتسنى واحد تعطيه واحد المده ان باش يلقى جواب ولا باش، ولكن السيد جاوب خارج السياق وجاوب بواحد الطريقه كيقول واش هاد الناس ياك باغيين على الاستقرار راه غادي يبقاو مستقرين، وحصر المهام ديالهم في الاستخلاص، في حين ان المهام ديال هاد الناس راه ماشي هو الاستخلاص ديال الاداء باش تكون في بال الراي العام. هذا ماشي هو الاستخلاص، هاد الناس راه عندهم مهن اللي كتعد هي المفصل وهي الاساس اللي كتسير فيه الشركه الوطنيه لطرق السياره. هاد الناس هما اللي كيحرصوا على السلامه ديال مستخدمين طرق السياره. المهام اللي كاينه راه كاين عمال الاغاثه، كاينين لي سال دو كونترول اللي كيكونتروليو هما الناس ديالنا، كاينين لي سال اللي فيهم لي كود سيرفيون
الاسره فيهم الناس اللي كيسي سونترال وفيهم لي اس بي سي يعني المشرفين على العمل داخل كل مركز وهما المسؤولين على اي ايفينمون داخل المركز كاع لي زانومالي اللي كتكون داخل المركز راه هما اللي كيحلوها اي حاجه كان لي كونفلي يعني لي رابور ديال سميتو لي ريديسيون وبالنسبه لي زوبيراتور راه هما اللي كيسيروا الطريق بالليل هما اللي كيشوفوا شنو فيها لا سيركيلاسيون كيفاش دايره والسيد الوزير نزار البركه كيجي وتيقول لك بالنسبه لهذوك الناس اللي كيتخلصوا راه درنا جواز وراه غادي نبقاو هذا ماشي سؤال كيبان لي انك السيد الوزير ما طالعتيش ربما تعالى دوك المراسلات اللي رسلنا لك وبينا لك الخرق الواضح وكتجي الا كنتي ما طالعتيش عليها وجيتي جاوبتي هذه راه مشكله ولا كنتي طالعتي عليها وجاوبتي بديك الطريقه هذا راه كنسميه تراجع يعني فج يعني انا غنتراجع واللي بغيتي ديرها ديرها هذا الشيء كيحطنا امام يعني ما اسميه ازمه رجال سياسه بالبلاد يعني ما كانش يجاوب بهذه الطريقه على الاقل لو حبذا لو كان جوابه غامضا لو كان جوابه غامضا يعني تقبلنا الامر اما باش 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 يعني تخلي السؤال ديال السيده البرلمانيه ديال الاتحاد المغربي للشغل في ناحيه وانت تجيب عن شيء اخر فهذا يعني يضع علامه استفهام حول المسؤولين ومن يمثلون الشعب وداخل قبه البرلمان وامام انظار الشعب.